السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو أهم التعاريف لمادة الأحياء للصف الثالث متوسط. تعاريف وزارية مهمة جدا: الأضلاع واللب والثقب الأعظم، قناة هافرس، عظم القص، الأعياء، اللسان، فتح البوابية، التمثيل الغذائي، الكيلوس، العامل الرئيسي، والصفيحات الدموية، والثرموبلاستين، ولسان المزمار أو غشاء الجنب، والميلانين، والطبقة المتقرنة، والحويصلتان المنويتان، والأطفال الخدج، والتوائم المتماثلة، والأطفال الأنابيب، والمبيضان، قناة أوستاكي، والقرنية، والبقعة العمياء، والحمى القرمزية، وانفصام الشخصية، والإعاز العصبي، والولادة القيصرية، والإخراج. وهنا عندنا هاي التعاريف الوزارية. وهنا عندنا شنو الفرق بين كريات الدم الحمر وكريات الدم البيض، وقصر البصر وبعد البصر، الأمعاء الدقيقة والغليظة، هاي كلها جاوبتها يعني موجودة.